السلام عليكم الطالب الأعزاء، نلتقي في هذه الحصة الأخرى التي تتعلق بموضوعات الجغرافيا الاقتصادية بعد أن تحدثنا في الحصة الماضية عن مناهج البحث في الجغرافيا الاقتصادية، أي الطريقة التي يسلكها الباحث لكي يتعرف على الحقائق المرتبطة بموضوعه. إذن تعرفنا على المناهج، سننتقل إلى الموضوعات التي تعنى بدراستهم الجغرافيا الاقتصادية، ونشير في هذه الصدد أن الجغرافيا الاقتصادية وتطورها أدى إلى تفرع مجموعة من الفروع هو جغرافيا الزراعة الصناعة الخدمات والتجارة. هناك فروع أخرى لكن سنركز أساسا على جغرافيا الزراعة الصناعة التجارة والخدمات. إذا فبالنسبة لجغرافيا الزراعة نشير بداية لأن الزراعة تشكل إلى جانب تربية الماشية ما يعرف بالفلاحة. عندما نتحدث عن الفلاحة فنقصد بذلك الزراعة وتربية الماشية، وهي تدخل ضمن أنشطة القطاع الأول الذي يضم كل ذلك السد البحري والقطاع الغابوي والمناجم. تعتبر الزراعة أهم نشاط اقتصادي سواء تعلق الأمر بالاقتصاد الوطني أو الدولي. معلوم أن الزراعة تعتبر أهم نشاط اقتصادي، ومن على إثر هذا النشاط الاقتصادي كنلقاو أنشطة أخرى صناعية والتجارية. وتعد الزراعة من بين أقدم الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الإنسان بعد القنص والقطف. يعني الإنسان في بدايته الأولى كان يمارس أنشطة القنص والقطف، وأول نشاط اقتصادي اكتشفه الإنسان هو الزراعة. وباكتشاف الزراعة اهتدى الإنسان إلى طريقة تضمن له الغذاء بصفة مستمرة ومتنوعة. وكان من نتائج اكتشاف الزراعة هي تنوع الغذاء، بداية الاستقرار. يعني الإنسان في البداية كان يعيش الالتقاط والقصد، بالتالي لم يكن مستقرا في مكانه. تزايد عدد السكان، اعتناء الإنسان بالأرض من أجل الإنتاج، وكذلك تطور الحضارة الإنسانية. الهدف الرئيسي من الزراعة هو توفير الغذاء للإنسان. لماذا؟ لأن لحد الآن لا يوجد بديل صناعي للغذاء الطبيعي يمكن أن يعتمد الإنسان في عيشه. الزراعة لا زالت تنتج 90% من المواد الغذائية و10% من المواد غير الغذائية، ولا زال أكثر من نصف سكان العالم يعتمدون على النشاط الزراعي ويرتبطون به. إذا نحن هنا نشير إلى أهمية الزراعة. قد أدت الحاجة الماسة للغذاء في ظل تزايد عدد السكان إلى التوسع الزراعي. إذا تزايد عدد السكان والحاجة المتزايدة للغذاء أدى إلى التوسع الزراعي الذي يتم بطريقتين، التوسع المساحي والتوسع الكمي. فبالنسبة للتوسع المساحي يعني نضيف أراضي جديدة بعد استصلاحها. واستصلاح الأرض يتم عن طريق تجديد الغطاء النباتي الطبيعي، تجفيف المستنقعات أو تمر المناطق المائية. هذا النوع من التوسع يتحقق فقط في المناطق السائرة في طريق النمو الأقل تعميرا، التي تقل فيها أو تكون فيها مساحات شاسعة صالحة للزراعة. مساحات شاسعة. التوسع الكمي يعني زيادة كمية الإنتاج اعتماد على طرق زراعية حديثة. إذا كان لك عندنا التوسع المساحي نضيف أراضي جديدة بعد استصلاحها عن طريق الاشتجات الغابوي التمر إلى غير ذلك. فالتوسع الكمي نحاول زيادة كمية الإنتاج في مساحات محدودة بالاستفادة أساسا من التقدم التقني والتكنولوجي واستعمال الآلات الزراعية والأسمدة والبذور والمنتقلات، وهذا ما يسمى بالتكثيف الزراعي. التوسع الرأسي في الدول المتقدمة خاصة أدى إلى تضاعف الإنتاج الزراعي خلال العقود الأخيرة ب 90% بفعل التكتيف. يعني التكتيف يعني الطريقة الثانية للتوسع الكمي أدى إلى 90% زيادة الإنتاج بكمية 90% و10% عن طريق الزيادة في المساحات الزراعية أو المزروع. يعني الطريقة المساحية الأولى فقط ساهمت في الزيادة في الإنتاج ب 10%، بين التوسع الكمي ساهم بالزيادة ب 90%. من داخل الجغرافيا الاقتصادية عندما نحاول أن نقارب النظام أو القطاع الزراعي أو الزراعة كقطاع اقتصادي، هناك محاور أساسية تنصب عليها الدراسة. معلوم أن الزراعة كنشاط اقتصادي يمكن أن تتناول دراسته فروع أو علوم أخرى، لكن الجغرافيا الاقتصادية تحديدا عندما تحاول أن تدرس الزراعة فتدرسها من خلال الأنظمة الزراعية، أي نحاول أن نميز ما بين أنواع الزراعات باعتماد عدة معايير. كذلك نبحث في الهياكل والبنيات العقارية وأشكال استغلال الأرض. فبالنسبة للأنظمة الزراعية يعني النظام الزراعي مجموع العمليات الزراعية التي يقوم بها المزارعون.
والأنظمة الزراعية تختلف من منطقة لأخرى حسب عوامل طبيعية بشرية تقنية ومالية. يعني فالنظام الزراعي هو آلية وتكيف كما يقال يعكس تكيف الفلاحين أو السكان مع معطيات الوسط الطبيعي والتقني والمالي إلى غير ذلك. داخل هذا الفرع التخصصي عندما نحاول أن نقارب قطاع الزراعة كما أشرت، نحن نعمد بداية إلى التمييز بين أنواع الزراعات المتعددة. يعني كجغرافيين باش كندرسوا واحد العالم قروي، جماعة قروية معينة، لابد أن الزراعة أو الفلاحة بصفة عامة، الفلاحة الزراعة وتربية المشي يشكل النشاط الاقتصادي الأساسي التي تعتمده هذه الجماعة أو هذه القرية. إحنا كجغرافيين أول شيء نقوم به نقوم بالتمييز ما بين هذه الزراعات، ولكي نميز ما بين هذه الزراعات نعتمد عدة معايير. المعيار الأول على أساس الأدوات والتقنيات المستعملة، ونميز هنا ما بين الزراعة التقليدية والزراعة الحديثة. المعيار الثاني حسب الهدف من الإنتاج، ونميز ما بين الزراعة المعيشية والزراعة التسويقية. حسب درجة التكثيف، ونميز ما بين شراء زراعة شاسعة وزراعة كثيفة. وحسب الأصل في الماء المستعمل، ونميز ما بين زراعة بورية وزراعة مسقية. إذن فبالنسبة للمعيار الأول على أساس أدوات التقنيات المستعملة، قلنا أننا نميز ما بين الزراعة التقليدية والزراعة الحديثة. معلوم أن الزراعة التقليدية ما يميزها أن هناك ضعف في الإنتاجية كما وكيفا مع استعمال محدود للأرض، وهذا ما يؤدي إلى ضعف المردودية. معلوم أن الزراعة التقليدية يكون الإنتاج ضعيفا كميا وكيفيا. لماذا؟ لأن هناك استعمال بسيط للأدوات، أدوات تقليدية، نستعمل القوة البشرية والحيوانية في العمليات الزراعية ولا نعتمد على الآلات. يعني القوة البشرية للإنسان وحيوانات الجر في العمليات الزراعية التي تتطلب وقتا طويلا. كذلك العمليات الزراعية تأخذ ساعات طويلة لا تتناسب مع كمية الإنتاج الهزيلة التي لا تكفي بعض الأحيان الحاجيات الغذائية للجماعات التي قامت بالإنتاج. إذن فهذه الزراعة التقليدية تحتاج إلى ساعات عمل طويلة، وساعات العمل الطويلة لا تظهر من خلال كمية الإنتاج الهزيلة التي في بعض الأحيان لا يمكن أن تسد حتى حاجيات المزارعين وأسرهم. هذا النوع من الزراعة ينتشر في الدول المتخلفة خاصة في الحيازات الصغرى. الحيازات الصغرى يعني المساحات الصغرى المزروعة. معلوم أن الحيازات الصغرى يعتبر أهم عائق أمام التحديث الزراعي، وهي تتكيف مع الأدوات التقليدية. الزراعة العصرية عكس الزراعة التقليدية، فهي تتميز بتنظيم الإنتاج، بضبط الحسابات، بالتخصص في الإنتاج، وبارتفاع المردودية. وهي تستعمل أحدث التقنيات كالآلات الزراعية المساعدة لربح الوقت والتقليل من عمل الإنسان. عكس الزراعة التقليدية، فالزراعة العصرية استعمال مكثف للتقنيات والآلات الزراعية، وتساعد على ربح الوقت والتقليل من عمل الإنسان. تستعمل كذلك السماد الكيماوي لتخصيب التربة، وتطبق الاكتشافات العلمية في المجال الزراعي، وتعتمد أيضا على الثروة الزراعية. هذا النوع يظهر في الدول المتقدمة صناعيا، خاصة في الدول المتخلفة فقد تعتبر من مخلفات الاستعمار، حيث تحاول تلك الدول تعميمها لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي أو التخفيف من الواردات الفلاحية، وكذا توفير العملة الصعبة في حالة التصدير. المعيار الثاني حسب الهدف من الإنتاج. نحن هنا في هذا المحور نتحدث عن أنواع الزراعات، ولكن نفرق ما بين الزراعات ونميز بين، نعتمد معايير. المعيار الأول اللي شفنا حسب الأدوات والتقنيات المستعملة التي ميزنا من خلالها بين الزراعة التقليدية والعصرية. فالمعيار الثاني هو حسب الهدف من الإنتاج، أي الهدف الذي نصب إليه من خلال الإنتاج. فالإنتاج الزراعي يؤدي إلى وجود منتوج مادي، وهذا المنتوج المادي يوجه إما نحو الاستهلاك الذاتي، يعني فقط يكفي سد الاحتياجات للمزارعين وأسرهم، أو يوجه كليا أو جزئيا نحو السوق. إذا فهنا نميز ما بين الزراعة المعيشية والزراعة التسويقية. بالنسبة للزراعة المعيشية يكون الهدف منها هو إنتاج ما يستكمله الفلاح وعائلته، وغالبا ما تقتصر على المزروعات الغذائية كالحبوب والقطاني إلى غير ذلك. الزراعة التسويقية
هي تنتج وتنتج من أجل التسويق، يوجه جزء منها إنتاج فوق 50% وكل إنتاجها نحو السوق بالنسبة للزرعة التسويقية، يوجه جزء من إنتاجها فوق 50%. عندما يتعلق الأمر بإنتاج زراعي يوجه أكثر من 50% منها نحو السوق، نكون أمام زراعة تسويقية وتكون فيها الحيزة عبارة عن مقاولة رأسمالية تستمر رؤوس أموال مهمة وتنتج وفق متطلبات السوق. المعيار الثالث هي تقسيم الزراعة حسب درجة التكثيف، وتقسم الزراعة حسب هذا المعيار إلى نوعين، الزراعة الشاسعة، وهذا النوع يظهر في المناطق التي تتوفر بها الأرض وتقل بها الكثافة السكانية والعاملة، يعني في المناطق التي يكون فيها أراضي شاسعة وتقل فيها الكثافة السكانية والعاملة تظهر لنا هذه الزراعة الشاسعة، حيث يتميز الإنتاج الزراعي بالتخصص، حيث تزرع الأرض مرة واحدة في السنة مثل أحزمة الذرة أو القمح في الولايات المتحدة الأمريكية. الزراعة الكثيفة هذا النوع عكس الزراعة الشاسعة اللي كيكون في مناطق شاسعة وتقل الكثافة السكانية والعاملة، الزراعة الكثيفة تحت ظهر وتطور تحت ضغط حاجيات متزايدة للتركيزات السكانية الضخمة، ويتم التكثيف الزراعي بطريقتين، يعني التكثيف الزراعي عن طريق تراكم العمل البشري واستعمال قليل الآلات، يعني كيكون عندنا واحد ضيعة أو مزرعة معينة كيلقاو عمال أو وزراء أو مستغلين أو مشاركين في هذا العمل الزراعي، تراكم العمل البشري واستعمال قليل الآلات، أو العكس يكون استعمال مكثف للآلات وضعف استعمال اليد العاملة، إذ يكفي شخص أو شخصين لإدارة عدد مهم من الآلات الزراعية. المعيار الأخير هي تقسيم الزراعة على أساس الأصل في الماء المستعمل. عندما يقول الماء في الأصل المستعمل فإننا نميز ما بين الزراعة البورية والزراعة المسقية. بالنسبة للزراعة البورية هي التي تعتمد على المياه الأمطار سواء كانت زراعة تقليدية أو حديثة، خصوصا في المناطق التي تتلقى كمية مطرية كافية تتعدى 300 ملم في السنة، وتظهر الزراعة البورية عادة بالمناطق التي تفتقر للتجهيزات الهيدروفلاحية. على عكس الزراعة البورية نجد الزراعة المسقية هي زراعة يلجأ إليها وقتاش الفلاح كيلجأ إلى عملية السقي إذا لم تكن التساقطات كافية، أو لأن المزروعات تطلب كمية مهمة من الماء تفوق الكمية التي توفرها الأمطار. بعض الأحيان بعض المزروعات تطلب كمية مهمة من الماء تفوق الكمية التي توفرها الأمطار، وبالتالي فيلجأ الفلاح إلى عملية الري والسقي، وهذا الري يمكن من تحسين المردودية الزراعية بصفته نظاما خاصا للتكثيف الزراعي، ويساعد على تحقيق انتاج زراعي وفير رغم صغر المساحات المسقية. أشرنا كما أشرت لكم أن داخل جغرافية الزراعة كنهتم بالأنظمة الزراعية وضمنها نهتم بالتمييز بين الزراعات. في مبحث ثاني أو محور نتجه إلى رصد الهياكل أو البنيات العقارية أو الطبيعة القانونية للأرض الزراعية، ويمكن تمييز الملكية الأرض بين الملكية الفردية والملكية الجماعية. بالنسبة للملكية الفردية معلوم أن الملكية الفردية هي الملكية التي كانت سائدة أو التي تسود في الأنظمة ذات الإنتاج الرأسمالي الذي يشجع الملكية، معلوم أن الإنتاج أو الأنظمة الرأسمالية هو الذي يشجع على الملكية الفردية، عكس النظام الاشتراكي الذي يشجع الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج. إذن فالملكية الفردية هي ملكية اقترنت بالنظام الرأسمالي والبلدان ذات الاستقرار الصناعي القديم. ونميز ما بين الملكية الفردية الصغيرة والملكية الفردية الكبيرة. بالنسبة للملكية الفردية الصغيرة تكون مساحتها صغيرة جدا، تقتصر على عمل الأسرة، لا تستغل باستعمال الآلات ولا التخصص الزراعي، وتشكل عائقا في وجه التحديد الزراعي. إذا الملكية الفردية يمكن أن نجد ملكية فردية صغيرة لا تستعمل آلات، لا تتخصص زراعيا، فقط يوجه الإنتاج نحو الاكتفاء الذاتي، وهي تبع لذلك تشكل عائقا في وجه التحديد الزراعي والتنمية الزراعية. هناك العديد من محاولات التحديد الزراعي بالمغربي باءت في غالبية الفشل نظرا لصغر الحيازات الفلاحية. الملكية الفردية الأخرى الملكية الفردية الكبرى، يعني تتفاوت مساحتها من منطقة الأخرى وتتطلب مساحتها الشاسعة باستخدام آلات
وتكون مؤهلة لدخول السوق. الملكية الجماعية، الملكية الجماعية تظهر بالمناطق السائرة في طريق النمو، وتكون هذه الأرض ملكا للجماعة القبيلة، وتستغل من طرف أفرادها، وقد تتخذ مجموعة من الأشكال. أراضي الجيش، بحال مثلا الأراضي التي كانت تمنح للقبائل مقابل الخدمة العسكرية، أراضي الأحباس، يوجد هذا النوع في العالم الإسلامي وتكون تحت إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أراضي في ملك الدولة كالأراضي التي استرجعت من الاستعمار أو كالأراضي التي تملكها الدولة في الأنظمة الاشتراكية وتستغل من طرف التعاونيات مثل السوفوزات والاتحاد السوفيتي والكومونات الشعبية في الصين. آخر محور تتجه إلى الدراسة في مقاربتنا للنشاط الزراعي هي أشكال استثمار الأرض، ومعلوم أن استثمار الأرض يتخذ شكلين، إما استثمار مباشر أو استثمار غير مباشر. بالنسبة للاستثمار المباشر، يعني أن الفلاح يقوم بعملية الإنتاج واستغلال الأرض ديالو بمفرده أو بمساعدة أفراد عائلته، أو يستعين بيد معاملة مأجورة إذا كانت مساحة الحيازة أو المزروع يتطلب ذلك. والاستثمار الغير مباشر إما يكون عن طريق الإيجار أو التعاقد مع فلاحين غير مالكين، حيث يعتمد صاحب الأرض على وضعها رهن إشارة مقابل جزء من المحصول يكون إما النصف أو الربع. إذن عموما جغرافية الزراعة يعتبر أهم الفروع الأساسية من داخل الجغرافية الاقتصادية، يعنى برصد العوامل الطبيعية والبشرية التي تؤثر في الإنتاج الزراعي والتي تجعله مختلفا من منطقة لأخرى. وداخل جغرافية الزراعة نعنى أساسا برصد الأنظمة الزراعية، أي المعايير التي من خلالها نميز ما بين الزراعات، كذلك نتجه إلى رصد أشكال استغلال الأرض والبنيات العقارية للأرض. ننتقل إلى جغرافية الصناعة، فالصناعة هي مجموعة أنشطة جماعية المنتجة للمنافع انطلاقا من المواد الخام واعتمادا على العمل والرأسمال، وتصنف الصناعة ضمن أنشطة القطاع الثاني. إذن فالقطاع الأول هو الزراعة، تربية الماشية، الأنشطة الغابوية، الصيد إلى غير ذلك. والصناعة تصنف ضمن أنشطة القطاع الثاني إلى جانب البناء والأشغال العمومية. وفي هذا القطاع يتم تحويل المواد الأولية الخام إلى مواد مصنعة قابلة للاستهلاك. المجتمعات الغربية المتطورة تسمى بالمجتمعات الصناعية، لأن اقتصادها يعتمد على الإنتاج الصناعي وتتنافس فيما بينها لتحقيق أكبر إنتاج. كذلك التصنيع أصبح سياسة اقتصادية اعتمدتها مجموعة من الدول المتخلفة منذ الستينات، إذ جعلته من أولوياتها للتخلص من التبعية الاقتصادية للدول المتقدمة. معلوم أن العديد من الدول خضعت للاستعمار الأوروبي، ولكي تخفف هذه الدول من التبعية الاقتصادية اتخذت من سياسة التصنيع كإحدى أولوياتها للتخلص من هذه التبعية. من داخل جغرافية الصناعة، نحن كجغرافيين نحاول أن نميز ما بين أهمية الأنشطة الصناعية، وفي هذا الإطار نعتمد كذلك مجموعة من المعايير. هناك بداية حجم المقاولات، الموارد البشرية ورقم المعاملات، نوعية المنتوجات المعالجة أو المنتجة، نوعية الإنتاج، المكانة ضمن سلسلة الإنتاج، استعمال التكنولوجيا، حجم إكراهات الموقع الجغرافي لاستقرار المقاولة والموارد الطبيعية. كذلك يعتمد التصنيف الجغرافي للصناعات على عدة معايير. هناك الصناعات الأساسية، ويقصد بها كل الأنشطة التحويلية التي تهدف إلى تحويل المواد الأولية إلى مواد نصف مصنعة تستعمل بدورها في صناعات أخرى. وتتطلب هذه الصناعة رؤوس أموال ضخمة واستثمارات مهمة. يعني هذه الصناعات الأساسية فقط نجدها تحضر بالدول المتقدمة التي عرفت تطورا تقنيا وتكنولوجيا كبيرا. يعني فيها هذه الصناعات الأساسية هي تهدف إلى تحويل المواد الأولية إلى مواد مصنص ومصنعة، والتي يمكن أن نوظفها في صناعات أخرى كصناعة الصلب، صناعة الألمنيوم، صناعة الكيماوية والأساسية. الصناعات التحويلية هي صناعات تقوم بتحويل المواد لثاني مرة، وتميز هذه الصناعات باستقرارها بالمدن الكبرى، ومن فروعها الصناعات التجهيزية والصناعات الاستهلاكية. كذلك من داخل الجغرافية الاقتصادية، عندما نحاول أن نقارب
قطاع الزراعة كما قلنا نعتمد معايير ممكن نميز ما بين الصناعات، كذلك نبحث في شروط ومقومات التوطن الصناعي، أي لماذا تتوطن مقاولة صناعية في منطقة دون أخرى؟ معلوم أن هناك عدة عوامل تساهم في توطن الأنشطة والمقاولات الصناعية، أهم هذه الشروط توفر الموارد، المواد الأولية. معلوم أن الصناعة أول ما تحتاج إليه إلى مواد أولية التي تؤدي إلى تصنيعها مرة أولى ومرة ثانية حسب نوعية الصناعات. معلوم أن التقدم السريع في عملية نقل المواد الخام أدى إلى تراجع الارتباط الواضح بين المواد الصناعية والمصدر. يعني قديما كان لابد على المقاولات الصناعية أن تتوطن بالقرب من المواد الخام، لكن الذي نظر للتقدم السريع في عملية نقل المواد الخام أدى إلى تخفيف هذا الارتباط بين المواد الصناعية والمصدر الخام. لكن لازالت هناك بعض الصناعات تتوطن ضرورة مناطق المواد الخام عندما تكون قيمة تلك المواد منخفضة بالنسبة لحجمها. في بعض الأحيان تضطر المقاولة لأن تتوطن بالقرب من مناطق المواد الخام. متى؟ إذا كانت قيمة تلك المواد منخفضة بالنسبة لحجمها، أو إذا كانت تلك المواد تفقد قدرا من وزنها أثناء العملية الصناعية، أو تشكل نسبة كبيرة من تكاليف الإنتاج. إذن إذا كان عندنا ثلاثة النقط هذو، فالصناعة والمقاولة الصناعية ينبغي أن تتوطن بالقرب من المواد الخام. الموقع كذلك له دور كبير في التوطن الصناعي. نحن هنا نتحدث عن التوطن الصناعي، أي ما هي الشروط ومقومات التوطن الصناعي. تحدثنا عن المواد الأولية وقلنا أن المقاولة الصناعية أو التوطن يحتاج إلى المواد الأولية، وقد قل هذا الارتباط، لكن بعض الصناعات ينبغي أن تتوطن بالقرب من هذه المواد نظرا لكذا وكذا وكذا التي أشرنا إليها. كذلك عنصر أساسي يساهم في التوقع الصناعي هو الموقع، فللموقع دور كبير في توطين الصناعة، إذ لا يمكن لها أن تقوم في منطقة منعزلة. فالصناعات الخفيفة مثلا تتركز حول المدن الكبرى وبداخلها، لأن يشد الطلب اليومي عليها. مثلا كذلك موقع إقليم الصناعي يجب أن يكون مرتبطا بالمناطق الأخرى المجاورة بطرق نقل جيدة وقريبة من مراكز التعليم السكري والمواد الخام. إذا فالموقع هنا يلعب الدور الحاسم في التوطن الصناعي، وينبغي المنطقة التي تتوطن بها هذه الأنشطة الصناعية والمقاولة الصناعية أن تكون مرتبطة بطرق نقل جيدة وبشبكة طرق ومواصلات، وقريبة كذلك من مراكز التكل السكري والمواد الخام. كذلك يعتمد الإنتاج الصناعي على المقاولة، يعني تشكل المقاولة قاعدة لأي إنتاج صناعي، فهي المؤسسة التي تصنع فيها المنتوجات المعدة للاستهلاك، ويتحقق فيها الاستثمار، وتطلق فيها مناصب الشغل. كذلك توفر الأيدي العاملة، وهذه مسألة بسيطة، هذه مسألة أساسية، لأن توفر الأيدي العاملة كما وكيفا له دور كبير في توطن الصناعة، خاصة في الصناعات الدقيقة والمعقدة التي تحتاج إلى خبرات. كذلك المواصلات لها دور كبير في توطن الصناعة، وهذه المواصلات تتخذ أشكالا متعددة، مواصلات بحرية، مواصلات مرتبطة بالنقل البري، ومواصلات مرتبطة بالشحن الجوي، كما يمكن أن ترتبط بأنابيب وقنوات النقل. الأسواق كذلك هو عنصر أساسي وشرط من شروط التوطن الصناعي، فتحتاج كل أنواع الصناعات لأسواق لتصريف منتجاتها، سواء كانت تصريف محليا أو خارجيا عن طريق التسويق أو عن طريق التصدير. توفر رؤوس الأموال، وتختلف أهمية رؤوس الأموال من وجه توفرها لتحقيق الإنتاج الصناعي باختلاف أنواع الصناعات. وعموما هناك مصادر أموال داخلية التي تمولها مؤسسات مالية تقوم بتوجيه جزء من معاملتها نحو الاستثمار، أو مصادر خارجية هي قروض تقدمها الأمانة الدولية أو مساعدات تمنحها بعض الدول المتقدمة والمنظمات الدولية للدول المتخلفة، تكون على شكل هبات أو قروض بقيمة منخفضة أو ثابتة. ومن بين المشاكل التي تطرحها هذه المصادر الخارجية هي أنها يمكن أن تفرض سياسات صحيحية أو بتوصية من
الصندوق النقد الدولي او البنك العالمي، وغالبا ما تكون في تكون ضدا على مصالح واحتياجات المواطنين. السياسات الحكوميه لها دور كبير كبير في قيام الصناعه والسوق الانتاج. ففرض الحكومه لرسوم جمركيه على الواردات الاجنبيه لحمايه منتجاتها المحليه مثلا، يعتبر عاملا اساسيا لجلب الاستثمارات في الميدان الصناعي. اعفاء المصانع الناشئه من بعض الضرائب كذلك يمكن ان يؤدي الى استقطاب وجذب الانشطه الصناعيه. احيانا تكون بعض الصناعات تحت الاشراف المباشر للحكومه لحمايه الانتاج الاقتصادي والمستهلك، وقد تتدخل الحكومات في توزيع الصناعات وتحديد اجور العمال وساعات العمل. ننتقل الى جغرافيه الانشطه الخدمات والتجاره. فالانشطه التجاريه والخدماتيه تشكل ما يعرف بالقطاع الثالث الثالث، يعني القطاع الاول كما قلنا زراعه، الصيد البحري، التربيه الماشيه، الانشطه الغابويه. فالقطاع الثاني الصناعه، والقطاع الثالث هي التجاره والخدمات. يعني هو قطاع يضمن اشتغال كل من القطاع الاول والثاني عن طريق توزيع وتسويق المنافع التي تنتجها. يعني فهذا بالنسبه للقطاع الثالث اللي هو التجاره والخدمات، هو الذي يضمن اشتغال كل من القطاع الاول والثاني عن طريق توزيع وتسويق المنافع والمنتوجات التي انتجتها، سواء المنتوجات الزراعيه او الصناعيه. تأثير خدمات التجارة في مقدمة الأنشطة الاقتصادية التي ترتكز عليها المجالات المركزية، المجالات المركزية وخصوصا منها المدن، حيث تعتبر الأنشطة أكثر حضورا وانتشارا من الناحية المجالية بهذه المناطق. عادة ما كان يقاس التقدم بأهمية القطاع التقني الثاني. عادة تاريخيا كانت كلما كانت الدولة لها وزن على المستوى الصناعي كلما كانت تصنف من دون الدول المتقدمة. الآن مع التحولات التكنولوجية وتلك التي لمست نمط الحياة، جعلت من مستوى التقدم يقاس بأهمية القطاع الثالث، خاصة الأنشطة الثالثية ذات الندرة. إن أنشطة القطاع الثالث هي أنشطة حضرية بامتياز، أي تمارس داخل المدن على اعتبار أنها أهم ما يميز المدينة، ولأنها الوظيفة الأساسية التي تسمح للمدن بتنظيم المجال ونشر الثروة. ويميز بين قطاع التجارة والخدمات حسب القطاع هو التخصص. مثلا قطاع التجارة يضم فروع كبرى، خمس فروع كبرى: تجارة المواد الغذائية، تجارة غير غذائية، تجارة تجهيز الشخص، تجارة تجهيز المنزلي، تجارة مواد البناء. كدع الخدمات ويضم الخدمات الإدارية، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، الخدمات المالية، الخدمات التجارية، خدمات النقل والاتصال، خدمات الحرة، خدمات الحرفية. أهمية قطاع الخدمات والتجارة: يعتبر القطاع الخدماتي والتجاري أهم نشاط منتشر بالعالم على الإطلاق. ولماذا هذا أهم نشاط منتشر بالعالم على الإطلاق؟ لأنه يجعل من المدينة بصفة خاصة مجالا للعيش، ومجالا اقتصاديا، ومجالا للتعايش، وتجعل الخدمات والتجارة من المدينة مجالا مستقبلا للساكنة الريفية الموجودة داخل دائرة النفوذ، وحتى ساكنة المدن أقل هيمنة في سلم التراتبية الحضرية. إذن نقول قد أنهينا المحور الخاص بموضوعات الجغرافيا الاقتصادية، وركزنا أساسا على جغرافيا الزراعة، جغرافيا الصناعة، وجغرافيا التجارة والخدمات. وسنقوم على مستوى الشرح، بالنسبة للشرح سنقف عند هذا الحد. وأود أن أذكركم أن تحديد الدروس فقط من الدروس التي شرحناها من الأول إلى حدود موضوعات الجغرافيا الاقتصادية، أي جغرافية الخدمات والتجارة. بالنسبة للموارد الاقتصادية أو الموارد التي يقوم عليها الإنتاج الاقتصادي، قد كنت قد أرسلت لكم ضمن المحاضرة السابعة يعني ما يتعلق بالموارد الاقتصادية وكيف تساهم في الإنتاج الاقتصادي، لكنها سوف لن تدرج في الامتحان، فقط كما قلت من بداية يعني الأمور التي سندرجها في الامتحان. هناك بداية تعريف الجغرافيا، أهمية الجغرافيا الاقتصادية، تعريف الجغرافيا الاقتصادية، مناهج الجغرافيا الاقتصادية، وموضوعات الجغرافيا الاقتصادية. إذن إلى هنا نكون قد أنهينا المحاور أو الدروس المصورة.
نتمنى لكم التوفيق والسداد في امتحانات إن شاء الله في حياتكم الشخصية، وانتظروا تفاعلكم واستفساراتكم أو تساؤلاتكم إذا كان هناك غموض في بعض الأمور. إذن بالتوفيق لكم مجددا ومع السلامة.